لكسب نقاطها ثلاث وعدم التفريط في الصدارة التي لزمها منذ دورات عديدة. الوداد المامي بعدما ضيع مجموعة من النقاط يعني في الدورات الماضية، أكيد يعي بأن تضييع نقاط جديدة ستكلفه التنازل عن الصدارة. اكيد عن ما مسموحش للوداد باش تخسر مباريات في المستقبل، لانها اذا كانت باقي تدي هذه البطوله هذه السنه لعب هذه المباراه هي قمه الدوره هذه، لان الفايز فيهم هو اللي غادي يكون الاول في البطوله. هذا السنه شفنا وداد جديده بمكتب جديد بمدرب جديد جديد افكار جديده بلاعبين اللي ما تادبوش لاعبين ذوكما كاع كثار هذا الموسم، كيلعبوا كره جيد بجمهور اللي رجع ورايح جيد جدا اللي قايم بدوره حتى هو، واخا النتائج حاليا ماشي في المتطلعات ديالو. دونك هذه الظروف كلها كتسمح للوداد حاليا باش تدي هذه السنه البطوله، وهو اللي غادي يخلق جماليه بين في هذه السنه. غير هناك مسائل اللي دائما خاصه، انا كنظن نرجع للقاع لعدم تجربه ديال المدرب في البطوله، لانه شفناه في مباريات صعبه ومع انديه كبار اللي يمكن قراهم ربحهم، ومع انديه متوسطه يمكن ما عطاهم الاهميه ولا ما قراهم اكثر باش يخرج بالنتائج بثلاثه النقاط اللي خلاته ان بو مرتاردي. كنشوف بان الوداد هذه السنه احسن من السنه الفارطه. نتمنوا بصحه الوداد والرجاء والجيش، هي الكره الوطنيه هي اللي غادي تكون القدام وغادي تعطينا لعاب المنتخبات في مستوى عالي جدا. نعم، انشهدوا جدول للعشر مباريات الاخيره بين الفريق اولمبيك فريبكا والوداد البيضاوي. يعني في السنوات الاخيره كان دائما يمكن الانتصار لفريق الوداد البيضاوي، وكانت الغلبه لفريق الوداد البيضاوي في 2010 و2000 كان ربما التكافؤ انتصار لاولمبيك خريبكا او مباراه تنتهي بالتعادل. على اي في مجملها كانت الانتصارات اغلبها لفريق الوداد البيضاوي. شمامي هي مواجهه بين طوشاك والعجلاني، يمكن تقنيا وتكتيكيا فنيا كيف ستكون هذه المباراه؟ هذه المقابلة غادا تكون تكتيكيا يعني أكثر من هي تقنية، لأنه تنعرفوا الفريقين بجوج، ولا سيما وتكلمنا على أولمبيك خريبكا وقلنا بأنه من أحسن الدفاع في البطولة. إذا هناك عمل، هناك واحد تكتيك طريقة ولا سيما بين الخطوط، ودائما فريق أولمبيك خريبكا تلعب على المرتدات، فريق الوداد تيبغي يعني يسيطر على المقابلة ودائما تيكون تيمشي بواحد الطريقة اللي تيكثر فيها من ناحية الهجوم وتيخليه هناك مساحات. اكيد بان المقابله غادي تكون عندها قراءات، ولا سيما في الشوط الثاني لانه عندها قراءات، لانه لا العجلاني ولا طوشاك كل واحد عنده واحد الفكر. اكيد بانه غادي تكون المقابله بانها تكتيكيه اكثر من هي تقنيه. الكفه لمن تميل سملالي، هل لاولمبيك خريبكا هل للوداد؟ هي بدون انحياز انا بالنسبه لي كتميل للوداد اكثر من خريبكا، مالغري بن خريبكا هذه السنه داير موسم رائع جدا، ولكن ما ننساوش بن خريبكا راه ما جابت انتدابات كبيره بارابور لاني دارنيير. دونك شنو هو اللي جديد في خريبكا؟ هو اللي جديد في خريبكا هو كون انها في البدايه ديال الموسم لقات مشاكل وكان المدرب غادي يستقال. ملي جمعت جميع مكونات ديال الفريق بالجمهور بالاستمراريه من نهايه الموسم الماضي لبدايه هذا الموسم، لا وفي البدايه ديال البطوله وقعوا مشاكل، المدرب وقدم استقالته في واحد الوقت. هذيك الاستقاله اللي قدم المدرب خلات جميع مكونات الفريق ديال خريبكا يتجمع بيناته وكيخدم المصلحه ديال الفريق، هو اللي خلاه في سان داخل الكلوب دابا سان، وديك المسائل اللي خلاته يجيب نتائج ايجابيه. غادي تكون مباراه اللي كنتمنى تكون مفتوحه باش نشوفوا اهداف فيها كيف الدور الفايته. هو العجلاني اعطى يعني اعطى الاضافه لفريق اولمبيك خريبكا وشنا البرنامج ديالو، لانه كما قلت انت يا بانه كان عنده مشاكل وقدم الاستقاله، ولكن رضخ المسؤولين او الجمهور او كاع جميع مكونات الفريق وشنا تيحصدوا على نتائج ايجابيه. اكيد بانه الوداد بغيت نقول لك باش تفهمني اكثر عن العجلاني، ياك العجلاني هذا العام راه هو العجلاني ديال العام الفايت. اللي خلى العجلاني العام الفايت ما يديرش نتائج ايجابيه لا هو لا الصحابي هي المشاكل اللي كانت في الفريق. ملي تصفات المشاكل ها هما النتائج كاينه حتى الاستمراريه. نعم اكيد. نعم فريق اولمبيك اسفي